السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريتان. يا دكتور، مفيش دواء جديد حديث نزل لعلاج ارتجاع المريء وحموضة المعدة وألم فم المعدة؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو ده، فياريت تتابعوا الفيديو الآخر عشان تعرفوا أحدث دواء بيستخدم لعلاج ارتجاع المريء وحموضة المعدة. هيظهر قدامكم على الشاشة المالوكس كنترول أقراص. المالوكس كنترول أقراص بيحتوي على المادة الفعالة بنتوبرازول بتركيز 20 ميلي جرام. طب ما يا دكتور، ما الدواء ده موجود في أدوية تانية كتير، وفي أدوية موجودة في صيدلية فيها نفس التركيز ده. أصبر عليا شوية وهفهمك الحكاية من الأول. الأدوية فعلا في كتير في سوق الدواء المصري فيها المادة الفعالة بنتوبرازول بتركيز 20 ميلي جرام، ولكن بتتاخد من مرتين، ممكن لغاية 3 مرات في اليوم. طيب انا عايز حاجة يا دكتور تستخدم مرة واحدة في اليوم، فعشان كده نزل دواء حديث اسمه مالوكس كنترول. المالوكس كنترول اللي انتوا شايفينه ده في المادة الفعالة بنتوبرازول، ولكن مصنع بتقنية حديثة انه يستمر مفعوله في الجسم 24 ساعة. الدواء ده بيعالج ارتجاع المريء وحموض وألم فم المعدة وكمان عسر الهضمة. الدواء ده ليه بعض الأعراض الجانبية لو تم استخدامه لفترات طويلة، لو أكتر من سنين بس بدون إشراف طبي، ممكن يعمل إسهال، ممكن يقلل مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي ممكن مستويات البوتاسيوم بتقل في الدم تباعا، وعشان كده لازم متابعة مستوى المعادن دي في الجسم تحت إشراف طبي لو تم استعمال الدواء ده لفترات طويلة. كمان ممكن يقلل الكالسيوم وفيتامين د، عشان كده كبار السن اللي بيستعملوا الدواء لفترات طويلة جدا لازم ياخدوا مكمل غذائي بيحتوي على الكالسيوم وفيتامين د. كمان ممكن يقلل من مستويات فيتامين ب12. الدواء ده هتحس بمفعوله وقوته بعد اول يوم استعمال، بس لازم تستمر عليه يعني عشان نتيجة تظهر يومين او 3 ايام، وعشان النتيجة كاملة لازم استمرار فترة مش اقل من اسبوعين لاربع اسابيع. طب يا دكتور، لو ما جابش نتيجة بعد الاسبوعين لاربع اسابيع للشهر، لازم ساعتها استشارة الطبيب المختص. الأقراص دي ممكن تستعمل في الحمل والرضاعة عادي بس تحت إشراف الطبيب المختص. طب يا دكتور، إيه أخبارها في مرضى الكلى والكبدة؟ هنا الحاجة الكويسة اللي هقولها لك إنه مش محتاج تعديل جرعات في مرضى الكبد والكلى، بس برضو بيتم استعماله تحت إشراف الطبيب المختص. المالوكس كنترول يمكن من احدث الادوية اللي موجودة في سوق الدواء المصري، عليها بس يعني محاذير بس شوية بسيطة، ان لو شخص عنده حساسية من فول الصويا او عنده انيميا الفول، بلاش، ممنوع منعا باتا يستعمل الاقراص دي. غير كده الاقراص دي امنه وبالمده المظبوطه ما فيهاش اي مشاكل، لكن لو تم استمرار عليها فترات طويله سنين، هنا لازم استشاره الطبيب المختص. مالوكس كنترول هيخلصك من حموضه المعده، من الم فم المعده، من ارتجاع المريء، من عسر الهضم. العبوة حاليا 14 قرص ب30 جنيه، ولكن طبعا الاسعار قابلة للتغيير، ممكن السعر يتغير من وقت للتاني. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب الفيديو يكون مفيد لحضراتكم. سلام عليكم.